بيتر غرايمز على الشاطئ. أوبرا بنيامين بريتن كانت من الأحداث الرئيسية في العدد الأخير من المهرجان الذي كان قد أسسه في أواخر الأربعينيات أولبرا. إنها قرية لصيد الأسماك في جنوب شرق إنجلترا هي التي ألهمت الفنان فأمضى أغلب فترات حياته هناك. بنيامين بريتن هو أحد أبرز ملحني القرن الماضي، تحل الذكرى المئوية لميلاده هذا العام. شخصيته لها علاقة وثيقة بقريته سوفولك. هناك شيء ما في موسيقاه يعكس الساحل والبحر. نوع من الشعور بالضوء والفضاء في بعض من موسيقاه. أشعر وكأن هذه الموسيقى تأتي من شخص يريد أن يكون على ساحل البحر. إنه مشهد في غاية الانفتاح، مسطح للغاية. السماء كبيرة وهناك تغيرات ضوئية رائعة. هناك نوع من البساطة والتقشف يضفي إلى المكان خصوصيته. المهرجان الذي قام بتأسيسه أصبح أحد أكبر المهرجانات الدولية للموسيقى الكلاسيكية. في السبعينيات مع شريكه بيتر بيرز أدرك وجود حاجة حقيقية لدعم الموسيقيين المحترفين الشباب، لذلك ما يوجد هنا هو مركز موسيقي مفتوح على مدار السنة، يأتي إليه الموسيقيون الشباب من كافة المراحل ليكون بمثابة مصدر للإلهام في محاولة لخلق أشياء جديدة. بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده تم تأسيس ورشة للفنانين الشباب غير المبتدئين للعمل على الرباعيات الوترية لبريتن. مؤلفاته حميمة جدا، يجب أن تحتفظ بها لنفسك قبل أن تتمكن من تقديمها. خلال فترات الاستراحة أتنزه عن امتداد الساحل. الصمت رائع، لا يوجد مكان للتفكير بأي شيء ولا الاستماع إلى أي شيء. أنا مندهش على الدوام من ثراء تراثه القديم. المثير بالنسبة لي ليست حقيقة أنه كان مؤلفا كبيرا وأنه كتب الكثير من الموسيقى الرائعة، بل إنه كان خارج المألوف. الكثير من أفكاره كانت ثورية متقدمة بالنسبة إلى عصره فيما يتعلق بأفكاره عن التربية الموسيقية ودور الملحن في المجتمع. إنه قام بكل هذا قبل الآخرين في أوروبا. قبل وفاته بسنة واحدة، أي في العام 1975، الموسيقى توقفت على وتر معلق كسؤال. أعتقد أن الأمر يتعلق بالنوع، هل توجد حياة بعد الموت أم لا؟ إنه لغز، لا أعتقد بأنه سيحل. هذا يروق لي لأنه شيء غير متوقع. بريتن هو أفضل من يقوم بهذا، إنه يأخذنا على حين غرة.